السلام عليكم ورحمة الله. الوحدة الثانية في اللغة الإنجليزية 2 لطلاب الانتساب المطوع بعنوان People أو الناس. طبعا النواحي القواعدية في هذه الوحدة هي Past Simple، الزمن الحاضر أو الزمن الماضي البسيط. نستخدم الزمن الماضي البسيط لنتحدث عن أفعال أو أشياء انتهت، ولكن أفعال حدثت في وقت معين، Specific Time، وقت معين في الماضي. يعني دائما كل ما بدنا نذكر جملة في الزمن الماضي البسيط يجب أن نذكر الوقت الذي حدثت فيه. أوكي؟ يجب أن نذكر الوقت الذي حدثت فيه، وإلا لن تصبح الجملة في الماضي البسيط. مثال: I went to Italy last year. ذهبت إلى إيطاليا العام الماضي. Last year هو الزمن المحدد، specific time. يعني يجب دائما أن نتذكر الوقت، يجب دائما أن نذكر الوقت أيضا. الشكل الحاضر أو الشكل الماضي للفعل be في هو was و were. في عندنا بعض حالات أو القواعد في التهجئة في الأفعال التي تكون في الزمن الماضي البسيط، أو أفعال التي تكون أفعال نظامية regular verbs في زمن الماضي البسيط. الأفعال التي تنتهي بالفعل e مثل فعل die نضيف لها فقط حرف ال d died. الأفعال التي تنتهي بحرف صوتي consonant بعده حرف y مثل فعل carry نغير ال y إلى ied تصبح الجملة. هذا هو الفعل why يقبله حرف consonant r تصبح الجملة أو الكلمة carried r i e d. الأفعال التي تنتهي بحرف صوتي بعده حرف ساكن نضاعف الحرف الساكن عندما نضيف e d. مثلا الفعل stop يصبح stopped مع مضاعفة حرف p. طبعا شكل القاعدة في الزمن الحاضر البسيط، في الزمن الحاضر البسيط القاعدة هي subject زائد verb. الverb طبعا بيكون في الماضي، الفعل دائما يكون في الماضي. مثال: she cooked dinner last night. كلمة cooked طبخت، الماضي من cook الذي هو بمعنى يطبخ. نيجاتيف نستخدم الفعل المساعد did من أجل عمل النفي. Subject زائد did زائد not زائد verb. She did not cook dinner last night. She did not cook dinner last night. في حالة السؤال yes no question did زائد subject زائد verb بالinfinitive. الinfinitive طبعا هو مصدر الفعل، يعني نحن عندنا بالفعل cooked أضفنا ed للمصدر اللي هو cook، ولكن في حالة النفي استخدمنا did. كلمة did هي الماضي من do، كونها شالت صيغة أو صفة الماضي فمعناها أن الفعل اللي كان معانا نرجع لصيغة المصدر، ما يصير فعلين ماضيين في الجملة. طالما عندي did هي ماضي معناته الفعل هذا برجع لصيغة المصدر، وبالتالي يتحول من cooked هنا إلى cook. ليش؟ لأن في عندي كلمة did. She did not cook dinner last night. في حالة السؤال yes no question did زائد subject زائد verb بالinfinitive. طبعا عندي إشارة استفهام في آخر الجملة. Did she cook dinner last night? Past continuous الزمن الحاضر الزمن الماضي المستمر. نستخدم الزمن الماضي المستمر للأفعال for actions للأفعال that were in progress at a specific time in the past، للأفعال التي كانت تحدث أو كانت في حالة استمرار في وقت معين في الماضي. We use past continuous نستخدم الماضي المستمر for actions لأفعال أو أشياء أو أحداث that were in progress at a specific time in the past كانت في حالة حدوث في وقت معين أو في حالة استمرار في وقت معين
في الماضي. مثال: I was living in Riyadh in 2007. كنت أعيش في الرياض في عام 2007. طبعا القاعدة هي عندي في الأفيرماتيف الجملة المثبتة subject زائد was أو were زائد الverb مع ing they were living in Riyadh in 2008. في حالة النيجاتيف subject زائد was were زائد verb عفوا زائد not زائد verb مع ing they were not living in Riyadh in 2008. في حالة السؤال question أو yes no question was were زائد subject زائد verb مع ال ing طبعا زائد إشارة الاستفهام were they living in Riyadh in 2008 وإشارة الاستفهام. طبعا في الماضي في عندنا عبارات الوقتية time expressions مثل كلمة then عندها أو في وقتها أو حرف الجر in مع السنة مثال in 2006 في عام 2006 أو حرف الجملة أو حرف الجر at مع ذكر الوقت at 5 PM. في عندنا حالات في اللغة الإنجليزية التي نستخدم فيها الزمن الماضي البسيط مع الزمن الماضي المستمر. بإمكاننا استخدام هذين الفعلين مع بعضهما لنتحدث عن فعل كان في حالة استمرار عندما حدث فعل آخر وانتهى خلال تلك الفترة. We can use these two tenses. بإمكاننا نستخدم هذين الفعلين together مع بعضهما to talk about an action that was in progress. نتحدث عن فعل كان في حالة استمرار. When another action happened and finished during that progress. عندما حصل فعل وانتهى خلال ذاك الاستمرار. مثلا I was reading my book when my phone rang. كنت أقرأ كتابي عندما رن هاتفي. معناتها الفعل اللي كان في حالة استمرار هو was reading. كنت أقرأ. والفعل اللي حدث خلال تلك الاستمرار هو أو ذاك الاستمرار هو rang. I was reading my book when my phone rang. وكذلك مثال آخر She was sleeping when her husband came home. كانت نائمة عندما أتى زوجها إلى المنزل. هذا بالنسبة للنواحي القواعدية في الوحدة الثانية. في عندنا نص قراءة في الوحدة الثانية هو Housewife races out of poverty. يعني معناها أنه ربة منزل تسابق للتخلص من الفقر. Yesterday, Chimokal Chilapong, a Kenyan housewife and a mother of four, beat hundreds of professional athletes and won the Nairobi Marathon and $12,000. بالأمس, Chimokal Chilapong هي ربة منزل كينية وأم لأربعة أطفال هزمت مئات من الرياضيين المحترفين professional athletes and won the Nairobi marathon وربحت ماراثون نيروبي و $12,000. This was her first marathon race and she ran it in 2 hours 39 minutes and 9 seconds. كان هذا أول سباق لها وركضته في ساعتين وتسعة وثلاثين دقيقة وتسع ثواني. The other runners included professionals such as Joyce Chipchumba,
the three times winner of the London Marathon. المتسابقون الآخرون تضمن محترفين مثل جويس الذي ربح ثلاث مرات الذي ربح سباق أو ماراثون لندن ثلاث مرات. تشيموكيل only started running a year ago. تشيموكيل بدأت بالركض منذ عام واحد. In April في منذ عام سابق يعني. In April في شهر نيسان شهر الرابع الميلادي. To pay for her children's education. من أجل أن تدفع تكاليف تعليم أطفالها. Now in Kenya الآن في كينيا. She is a hero and an inspirational person. هي بطلة وشخص inspirational. Inspiration يعني إنسان يعطي إيحاء أو إنسان يعني يعتبر كمثال. People think she is a determined woman. الناس يعتقدون أنها إنسانة determined يعني ذات محددة الأهداف. A dedicated mother أم مخلصة لأطفالها. And talented person وإنسانة موهوبة. Next week there is a party in her honor. في الأسبوع القادم يوجد حفلة على شرفها. طبعا في عندنا بالوحدة هذه صفات أو كلمات نستخدمها لوصف الناس مثل كلمة كاتي. كاتي إنسان يتكلم كثيرا. cheerful مبتهج أو مبهج. clever ذكي. confident واثق. creative خلاق أو مبدع. dedicated مخلص. determined مخلص أو determined أو إنسان مخطط لشيء وسيعمله. friendly ودود. hard working مجد بالعمل. helpful مساعد. honest شريف أو صادق. horrible فظيع. inspirational إنسان مصدر وحي للآخرين. kind لطيف. lazy كسول. lovely رائع أو محبوب. miserable بائس. nice لطيف. patient صبور. طبعا كلمة patient في حال كونها صفة تستخدم بمعنى صبور ولكن لو كانت اسم تأتي بمعنى مريض. polite polite يعني مؤدب. proud فخور. quiet هادئ. rude وقح. شاي خجول. sociable إنسان اجتماعي. stupid غبي. talented موهوب. unfriendly غير ودود. وبهذا احنا كنا وصلنا لنهاية الوحدة الثانية وحظا طيبا إن شاء الله.